ازيكم عاملين ايه؟ بكون بخير معاكم جنى من قناة جوينج انا بلاي. طبعا طبعا بقالي كتير اوي اوي ما عملتش فيديوهات، انا اسفة. سو كنت في الدراسة وورانا حاجات كتير وكده مذاكرة، فمقدرناش نعمل معاكم فيديوهات، بس ان شاء الله من النهاردة لحد يوم الجمعة ان شاء الله هنعمل فيديوهات. النهاردة هنلعب مع بعض لعبة حلوة قوي. اوكي، وطبعا طبعا قبل ما نبدأ الفيديو، قبل ما نعمل اي حاجة، ما تنسوش تعملوا ايه، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. دلوقتي النهاردة احنا هنلعب مع بعض، فقررت اجيب كتاب التمرين بتاعي ونقعد نلعب مع بعض. فثانية واحدة هكون جبت كتاب التلوين وكل حاجة. وانتوا دلوقتي يا جماعة كتاب التلوين ده عن ستوري بتاعتي انا، اهو سواء مكتوب بالانجلش. فدلوقتي احنا هنطلعه المبتدا عشان هو بس ايه ورق مش جاي تحضر يعني. ثانية مش هاخد معاكم وقت خالص، بس هطلع ده وخلص. خلصت، مخدتش وقت خالص خالص. ودي تلات الورقة اللي احنا هنرسم فيها، قصدي هنلون. تبقى انا جهل. يلا ارسم معايا الالوان وكل حاجة. يلا نبتدي نفتح ونلون مع بعض، يلا بينا. اول حاجة هلون البنت، هلون الفلاور بتاعتها. طبعا هو صعب شوية ان انا الون عشان ماسك الكاميرا. ثانية كده كمان، بس بايظة شوية، اقفله. صعب شوية ان انا اقدر الون معاكم، بس هحاول عشان عمري ما لونت معاكم. فيلا هنعمل البوك. ولو لكم انا عندي فكرة، احنا ممكن نلون الازهار كلها. انا مش عارفة اعمل ايه، مش عارفة افتحه. يعني كنت فضلة فتحها لون كل الازهار ونخلص، خلص كل الازهار عشان منفتحش ايه اللون الاصفر تاني. بس دول بس اعتقد لون الشمس، ولا لونها بلون تاني، ولا ملونهاش. بس بالنسبة لي كده خلاص. دلوقتي ونبتدي نفتح اللون الأحمر، نخلص بيه كل الحاجة اللي احنا عايزينها. يلا بينا. أعمل سن، مش عارفة الكاميرا مش عارفة مالها، بس عادي. ممكن نلون مثلا وردة من الوردات دول لون أحمر. Thank you.
بصوا مش عارفة. بصوا انا تعالوا وانت بصوا يا ماما سامح كده وايه وافتح لكم الحاجات اللي هي اللي احنا هنحتاجها. ثانية واحدة بس يا جماعة بصوا طلعوا على الالوان فعلا نبتدي ونكمل التلوين. معلش بقفل معاكم شوية عشان بس ايه بصوا بصراحة انتوا عمركم ما شفتوا تلويني ولا ايه ولا بلون ازاي. بس انا تلويني حلو على فكرة. فاكرين تلويني وحش؟ هجيب لكم بعد ما اخلص القناة. عندي كتاب تاني وعندي كتاب اللي هو بتاع الفن بقى فهجيبه لكم برضو في الفيديو ده او مش عارفة والله هجيبه لكم انتوا بس ان شاء الله هوريك. بعد كده بقى يا جماعة ايه هنلون ثانية واحدة كده يا جماعة عشان ما ادور على حاجة. هنلون بقى الحاجات الخضراء والاعشاب والحاجات دي هنلونها دلوقتي. يلا نلون لون الارض الاول. مش عارفه اتكلم مع اسفل كده ثانية واحدة ظبطت شوية. بص يا جماعة برضو محمد جيب بيقول لي عايز ألون. هو برضو عنده كتاب تلوين زي بتاعي بس هو ولد فهيلون معايا. بس احنا ممكن ما نخلص التلوين كله مع بعض فمحمد هيلون معانا. قولهم هاي هاي. بس هيلون الصورة دي يا جماعة كان بيلونها. لا انا لسه هلونها فيها تلوينات. محمد دلوقتي هيلون جنبي الالوان اللي انا بس اجيب حاجه تسند عليها. بس جيب مثلا الفايل بتاعه. جيب الفايل بتاعه وتسند عليه من ورا كده. يلا لون. ايوه كده احنا بس نظبط يا جماعه عشان ايه محمد يرسم. بس يا جماعه اهي الالوان النهارده اهي كل الالوان اهي. طب ماشي اوكي ارسم. بصراحة انا بحب التلوين والرسم عشان برضو في كده شوية رسومات عايزة اوريها لكم. بس الفيديو كده هطلعها لكم الصور وحلوين قوي قوي قوي. عايزين يا جماعة لون الاسود. انا مش عارف اسود ممكن خطه. اوكي دودو شاطر. انتوا بس لو شايفين انا بس ايه عندي لازم الفها عشان ايه اعرف الوينها. شايفه الارض دي هتاخد وقت طويل قوي تقريبا. صعبه صعبه قوي. صعب ان هي تتلون وانا ماسكه الكاميرا. بس هي بالصعبة من غير ما انا ماسكه الكاميرا. بعرف وانا بصور فيديو وانا ماسكها اخلصها في دقيقة. انتي بقى متعرفيش عشان مش متعود. انا متعودة يا جماعة ارسم معاكم بس الرسومات البسيطة. اما لون لا ما عملتهاش عشان كده صعبة. انا بلون ساعات وانا كده بصور الحاجات بعملها فيديو كده.
وبخلص مش عارفة على فكرة ممكن محمد هو يمسك لي الكاميرا او حاجة. تعالي محمد كده جرب هخليك تلون بس جرب كده لا مش هعرف اصبر نزل كده شويه اها مش اهو اهو امسك كده اصلا انا مش بعرف امسكه اهو امسكه باي وقت مش وقت طويل قربت اخلص خلاص والله تعالى جرب مش عارف مش هعرف عشان بنساعد ببين حاجات كده عشان كده بقولها هو قصده يا جماعه بيقعد يحرك فمش بيعرف يبين الصورة طوب اصلا طب ليه كده ما هو انا شايفة بعيني يا محمد بصوا يا جماعة الارض دي هنخلصها شويه الفيديو جاي او حاجه لا ده احنا هنخلصها بعد مليون سنه ماشي دلوقتي اطلع قلم كده ايه برضو حلو بس على فكره ممكن يا جماعه لو فين اللون الجري هو ده كده تيجي صوت كده بصوا يا جماعه ده قلم جاف بس بلون ايه بيه ال لا تازي كده حلو يا جماعة لو حلو هعمل كده كتير الون معاكم كتير والون لكم القصة كلها وانا كمان يا جماعة ماشي حطوني انا كمان ماشي وعلى فكرة برضو محمد يعرف يرسم صح؟ اه وبعرف الون كل من جوه الصورة ما بلونش وبقى محمد فعلا بقى يلون جوه الصورة مش من بره شاطر يا دودو بس دلوقتي طلعت مين اللي علمك بقى كده؟ في المدرسة سلام في المدرسة؟ لا قول بجد مين اللي علمك؟ جمع لو انا خلاص بس يا جماعة بحاول ألون مش عارفة ألون معاكم طب بصوا هقول لكم حاجة حلوة أنا خلص الشعر وخلص الأرض وثانية واحدة وأكون عندكم عشان إيه مش قادرة أمسك الكاميرا بصراحة ثانية واحدة رجعت لكم بعد وقت طويل قوي كنت بلون فيه اصبروا كده يا جماعة ايه ده انا بعمل غلطات مش عارفة يا لهوي اوف طب بصوا يا جماعة لو لقيتوا اي غلطة عملتها انا شايفاها وهصلحها في الاخر عشان انا مش عارفة اعمل ايه انا قلت مطول مش اطول معاكم واكمل معاكم عادي الباقي بس بصي لو انت الارض لو انت الزهور لو انت الاعشاب لو انت شويه حاجات كده حلوه اوكي يلا نكمل بس في لون في الالوان تانية دودو هو اللون ده محتاج يتبري يا حبيبي ما تبريه عادي وانت يعني ما يا حبيبي في المقلمة هاي يا جماعة بس مش عارف ايه لا عمالة تتفكس بس انا بحب اللون الاصفر فايه هعمل تيشيرت كده باللون الاصفر وبنطلون عادي باي لون ممكن بلون ايه ممكن بلون الاسود هو بس شكل البنانة صح؟
لا نخلي الكوتشي لون اسود. البنطلون مش عارفه فين اللون الازرق. اها خلاص يا جماعه قلت لكم يا جماعه بقى اللون الاخضر بقى بيدي لون جامد عشان بريته سنه. اه ده انا افتكرت اللون الازرق اللي في ايديا ده يا جماعه لون في الماستر عشان بيلون حلو. ايه ده؟ اوف ايه ده هو مش انا كمان عملت زيك. انت فاكر ده اللون اللي في ايديا الخشب ده مش عارف اسمه ايه افتكرته كشف ماركر عشان بيز بيلون لون حلو. مش كنت عارف اقولها بس عشان محمد ظاهر فيها ايه لسه مش عارف النص بتاعه. فدلوقتي هنلون اخيرا انا هقعد مليون سنة في الارض بقالي مليون سنة في الارض. الارض دي مش بتخلص يعني انا قعدت معاكم وقت طويل قعدت معاكم بوقت طويل قوي 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 خلص معاكم الارض البيربل فعشان كده قلت لكم يا جماعه خلاص انا هقفل معاكم اعمل الحاجات الصعبه. انا دلوقتي هعمل الخزه باللون الاسود وانا اصلا ملونه باللون الاسود. يعني ينفع كده يا جماعه ينفع؟ لون عجلة بقى لون الاسود كمش كلها يا جماعة باللون الاسود. اوف ايه ده احنا لسه كنا نشكر فيك يا عم. الصورة بتاع دي مش باين عندكم انا محتاج لون بني اصفر لون بني ف انا مش عايز اللون الاسود اللون ده حلو الاصفر هبيه بسن عشان ايه بس يا جماعه بس شكلها من ازاي حلو مش حلو يا جماعه قولولي لو عجبتكم اللون البني فين. صحيح احنا نسينا اقول لكم اللون البني فين نسينا اقول لكم ورينا على طول ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وعايزه السبسكرايب زيد اوكي ولو السبسكرايب زادت هعمل لكم مفاجاه اوكي لا خلاص انا قربت اخلص خلاص بس يا جماعه ده يا جماعه ده بيعمل لون حلو جدا اللون الشمع ده الوان الشمع هو بيلون الوان الشمع. دلوقتي بصوا يا جماعه انا خلصت دلوقتي ده كانها حاجه مش نظيفه بصوا اكيد مش الرسمه هي بصوا ايه رايكم حلوه طب محمد لسه لا انا خلصتها خلاص فاضلي بس حاجات بسيطه فهياخد وقت طويل فنوريكم بعدين الرسمه في فيديو تاني يعني ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا ايه يا دودو لايك وشير سبسكرايب وعايزين نوصل لايه 100,000 لايك والسبسكرايب زيت عشان نعمل لكم مفاجاه عايزين سبسكرايب توصل لمليون 1,000 سبسكرايبر اوكي خلاص وريهم يا زنا العجن لا انت لسه فاضل كتير ده انا محتاجة اقعد معاك يا عشان بس رسمته كبيرة ولو عجبتكم ولو عجبكم انا خلصت اصبر بس فدلوقتي هو بس هيوريكم رسمة تانية برضو نلونها حلوة قوي زي يا جماعة حلوة ازاي خلاص اهو شافوها ماشي ودي الرسمة بتاعتي
وكمان قلت لكم هوريكم باقي الرسومات. ثانية واحدة، خلاص 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 ما شافوه يا دود. قلت لكم هوريكم باقي الرسومات بس مش عارفة راحت فين، فهشوفها في الفيديو الجاي. اوكي ونشوفكم الفيديو الجاي. اوكي باي باي.